Hello everyone, how are you doing my dear pupils? Today inshallah we have a new video. As you saw in the title, we have a video. جمعت لكم مجموعة من المصطلحات اللي ممكن تلقاوها في sequence number 3. Sequence number 3 اللي كنا درنا عليها ديجا فكرة عامة general idea. إذا كنتوا حابين تعرفوا على واش تهدر هذه السيكونس ممكن تشوفوا لا فيديو اللي راهو يفوت لهنا قدامكم. الوغ في هذه لا سيكونس نلقاو بزاف كلمات يتعاود. We can find science which is العلم, technology التكنولوجيا, biology البيولوجيا يعني كل شيء متعلق بالبيولوجيا بالعلوم بالطب etc, physics الفيزياء, physicist الفيزيائيين, scientist نلقاو scientist اللي هما علماء, نلقاو بيولوجيست, نلقاو انفنشنز اللي هما المخترعين, انفنتور الاختراعات, انفنتورز المخترعين, ديسكفريز الاكتشافات, ديسكفر المكتشف ولا المكتشفين, ريسيرش البحث ولا البحوث, ريسيرشرز الباحثين, اند بايوغرافي اللي هي السيره الذاتيه يعني حياه والعمل اللي داروا ذاك المخترع ولا المكتشف. So we go to the first word, famous. Famous it means مشهور. The synonym is well known. New معناتها جديد. The synonym modern. Education تعليم synonym study. Devices اللي هي آلة أو اختراع أو tools or machines. Occupation العمل job عمل كذلك. Development معناتها التطور. Innovation for example. Scientist اللي هي عالم scholar synonym. Finish معناتها ينتهي ولا يصل إلى to accomplish. Start يبدأ begin كيف يبدأ. Clever معناتها ذكي it means intelligent or smart. Returned يعود want back. Afterwards عقب ذلك مباشرة ولا بعد ذلك اللي هي then. نروحوا دوكا الopposites اللي هما العكس. Well known ولا famous اللي هي مشهور العكس تاعها unknown معناتها غير مشهور. Birth العكس تاعها هو death اللي هو birth ميلاد و death وفاة. Modern عصري, ancient قديم, new جديد, old كيف قديم. First أولا last أخيرا. Smart ذكي, stupid غبي. Was born اللي هي يولد لا ولد في. Died توفي. Afterwards عقب ذلك ما قلنا ولا بعد ذلك. Backwards يعني قبل ذلك. روحوا الانفنشنز. Inventions معناتها هما اختراعات. والمرة اللي فاتت في كي درت لكم فكرة عامة على sequence number 3 بديت لكم الفرق بين وش معناتها invention وش معناتها discovery. Invention هي الاختراع و discovery هو الاكتشاف. Inventions كيما television, phones, lamps يعني التلفاز ولا الهواتف ولا المصباح, بلاي ستيشن, ميموري كارد, فلاش درايف, فلاش كارد, كارت ميموار, فلاش ديسك اتسترا ولا يو اس بي. ديسكفريز كيما جرافيتي الجاذبيه اللي اكتشفها اسحاق نيوتن. امريكا اللي اكتشفها كريستوف كولومبوس معناتها حاجه كانت اكزيستي كانت كاينه من قبل مي جاء مكتشف وهو اللي اكتشفها واظهرها للوجود. So this is our video for today. هذا هو كان لا فيديو تاعنا. حبيت يكون قصير او ميم طون تدو منه اكثر فائده ممكنه. So see you in the next video my dear pupils. Goodbye.